راسنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا. مرحبا بكم، مرحبا بكم انتم والاطفال اللي يشاهدوا فينا كذلك، مرحبا بكم. الرادو والشاطر يودينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة مثل. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيدة نوي مهيدي جميلة ولدتها. إذا عمو يزيد دار هذه الأغنية الجميلة هذه اللي نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم ما عليكم إلا توجهوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار شارك في حصتنا ولا على زرار ملاحظات وآراء. سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا أقول لكما أوف ولا أنهركما، لا أقول لكما أوف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول وهيا نصفق ونغني له، تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.